السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم حبايبي طلاب الصف الرابع؟ اليوم إن شاء الله في مادة اللغة العربية وصلنا عند الدرس الأخير، عنوانه أهل العزم. بداية قبل ما نتطرق لموضوع المتعلق بالقراءة عنوانه بطولات من الأردني، راح نقوم بحل أو اللي هو التحدث صفحة 70. الرجاء فتح الكتاب صفحة 70. التحدث في عندي 3 أسئلة يجب اللي هي التحدث عنها. طبعا كل واحد لكم في حرية الرأي، بس أنا راح أنا وياكم نحكي مع بعض عن آرائنا. في عندنا ما رأيك في كل ما يأتي، أعطاني 3 عبارات وبدنا نشوف رأينا في كل ما يأتي. أولا، إعلان الدفاع المدني رقما خاصا للطوارئ. إعلان رقم خاص للطوارئ اللي هو للدفاع المدني، إيش رأيك فيه؟ الرأي اللي هو مهم جدا. ليش مهم جدا يا رابع؟ حتى للوصول ومساعدة الناس، للوصول إلى الناس ومساعدتهم في الحالات الطارئة، اللي هو الرقم. حتى إذا بنلاحظ بالتليفونات اللي هو في عندك رقم الطوارئ، فعشان هيك خصص الدفاع المدني رقم خاص للطوارئ، حتى للسهولة للوصول ومساعدة الناس في الحالات الطارئة. طيب، 2، عدم خروج المواطنين في العواصف الثلجية إلا للضرورة القصوى. هون بين الناس اللي هو عدم خروج المواطنين في العواصف الثلجية، فهون اللي هو يجب ألا عدم الخروج أو ألا يخرجوا إلا للضرورة القصوى، اللي هي حفظا على إيش؟ أرواح الناس ولتعرضهم للخطر. عدم الاقتراب كثيرا من البرك والمسطحات المائية، أيضا خوفا على أرواح الناس وخوف من تعرضهم بلا السقوط إيش في البرك وتعرضهم للخطر للغرق. طيب، 2، أذكر 3 من أعمال رجال الدفاع المدني. بدي 3 من الأعمال بقوموا فيها رجال الدفاع المدني. عندنا 1، الإسعافات الأولية. الأسعافات الأولية اللي هي بيقوم فيها الدفاع المدني للحالات الطارئة، اللي هي الحريق، الغريق، أو التعرض لحوادث السير. 2، إطفاء الحرائق. 3، تقديم المساعدات. طيب، سؤال 3، ما الواجب الذي يؤديه كل من، في عندي شرط السير، وفي عندي عامل الوطن، وعندي طبيب الطوارئ في المستشفى. الواجب اللي كل واحد بيأدي شرط السير، اللي هو وانت راكب بالسيارة يا رابع ممكن نشوف مراقبين السير اللي هم ايش واجبهم اللي بيأدوه، تنظيم حركة المركبات اللي هي السيارات، خصوصا إذا بتكون هناك أزمات، والأفراد أثناء السير، فبنظموا حركة المركبات. طيب، عامل الوطن اللي هو يساعد على جعل البيئة نظيفة أو جميلة. طبيب الطوارئ في المستشفى اللي هو يسعى إلى راحة الناس ومعالجتهم من آلامهم. الآن يا رابع انتبه معي، رح ننتقل إلى الدرس المتعلق بالقراءة. رح نأخذ الدرس مع معاني الكلمات مع الأفكار وشرح الدرس، تمام؟ طيب، بطولات من الأردني. نفتح الكتاب صفحة 71. يلا يا رابع نقرأ. بطولات من الأردني.
على شاطئ البحر الميت كان الوالدان يستمتعان بالنظر إلى طفليهما مريم وماهر وهما يلعبان بسعادة. فجأة هبت عاصفة سحبت الطفلين إلى عرض البحر. بدأ الوالدان يصرخان ويستنجدان، فتجمهر الناس، لكن أحدا لم يجرؤ على المغامرة بدخول المياه، وما هي إلا لحظات حتى اختفى الطفلان وراء الأمواج. مضت دقائق وقد استبد القلق بالوالدين على طفليهما، فإذا بأحد أبطال الدفاع المدني في أردننا الغالي يقفز وسط الأمواج لإنقاذهما، فسحبته كما سحبت الطفلين، واختفى هو الآخر عن الأنظار. توجه المنقذ إلى مريم فوجدها متشبثة بيد أخيه وهما يصيحان وقد أشرفا على الموت. في هذه اللحظة الحرجة تدخل البطل من رجال الدفاع المدني وطلب إلى الطفلين الهدوء والتنفس من الأنف وعدم ابتلاع مياه البحر الشديدة الملوحة، وحاول العودة بهما إلى الشاطئ، لكن الأمواج حالت دون ذلك. وبعد ساعات في عرض البحر عم الظلام أرجاء المكان وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، ومع ساعة الفجر الأولى تمكن البطل من الوصول إلى شاطئ البحر الميت في منطقة أريحة بفلسطين ومعه الطفلان، وقد استنفد طاقته تماما، فأجريت له وللطفلين الإسعافات الأولية. بعد ستة عشرة ساعة عصيبة عاشها الوالدان، ارتدت الروح إليهما حين دق جرس الهاتف، فسمعت الأم صوتا يقول: ماما، أنا مريم وأخي ماهر معي، نحن بخير. لم تصدق الأم ما سمعت، ثم سقطت مغشيا عليها. حظي البطل المنقذ بلقاء سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني وتكريمه، فقد أمر بترقيته ومنحه وسام التضحية والفداء تقديرا لشجاعته وبسالته التي ليست غريبة على أبناء الدفاع المدني. إذن هون اللي هي عنوان الدرس: بطولات من الأردن. يتكلم لنا عن بطولة إحدى رجال الدفاع المدني، كيف قام بمساعدة الأطفال الذي كان يستمتعان بالقرب، يلعبوا على شاطئ بحر الميت، كانوا يلعبان على شاطئ بحر الميت، ثم أخذهم الموج اللي هي حبة عاصفة، فأخذهم الموج وبدأ الوالدان يستنتجان اللي هو يطلبان المساعدة، فالناس لم يجرؤ على الدخول إلى الماء، فإذا أتى بطل من أبطال الدفاع المدني وقفز وسط الأمواج وأيضا اختفى مع اختفاء الأطفال، فوجد مريم ماسكة بأخوها وهم يصيحان. فهذه اللحظة إيش قال البطل؟ قال البطل إنه طلب منهم الهدوء وعدم الصراخ، طلب منهم الهدوء والتنفس من الأنف وليس من أيضا حتى لعدم ابتلاع مياه البحر اللي هي مياه البحر الميت معروفة بش اللي هي ملوحة أو شديدة الملوحة. لكن بعد ما عم الظلام اللي هي مرت ساعات، فالفجر تمكن البطل إلى الوصول إلى شاطئ بحر الميت بمنطقة أريحة في فلسطين ومعه الطفلان، فأجريت لهم وللأطفال الأسعافات، فبقي 16 ساعة، فدقت الطفلة اللي هي مريم إلى أمها
فقالت أنا ماهر معي وإحنا بخير. فهون البطل اللي هو أحد رجال الدفاع المدني لقي اللي هي بلقاء سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني وكرمه وبترقيته لي ترفيعه ووسام التضحية والفداء، لأنه ضحى بنفسه لحتى ينقذ الطفلة. فهذا ليس شيء غريب على اللي هو رجال الدفاع المدني. فخلينا ناخذ معاني الكلمات، طبعا زي ما تعودنا اللي هو قراءة الدرس، قراءة الدرس ونسخه على الحركات، قراءته ونسخه. وخلينا نقرأ اللي هو المعاني كمان، بنكتبهم على دفتر المعاني. تجمهر أي بمعنى تجمع. ما معنى تجمهر؟ تجمع. ما معنى تجمهر؟ تجمع. إيش معنى تجمهر يا رابع؟ تجمع. تجمهر تجمع. متشبثة، متشبثة هاي مت شبثة أي بمعنى متمسكة. متشبثة متمسكة، متشبثة متمسكة، متشبثة متمسكة. ببسالة شجاعة، بسالة اللي هي الشجاعة. استنفذ طاقته، بذل كل جهده، بذل كل جهده اللي هي بذل كل جهده. استنفذ طاقته، بذل كل جهده. حالت دون ذلك اللي هي منعت، حالت دون ذلك منعت. مغشي عليها اللي هي فاقدة للوعي، مغشي عليها أي فاقد للوعي. استبد القلق، اشتد الخوف، استبد القلق، اشتد الخوف. الحرجة الصعبة، الحرجة أي بمعنى الصعبة. ما معنى الحرجة الصعبة؟ هون الفكرة الرئيسية الموجودة في الدرس اللي هي شجاعة أبطال الدفاع المدني ومساهمتهم في مساعدة المواطنين والتضحية بنفسهم. إذا المعاني نكتبهم على دفتر المعاني. رح نرجع الآن نقرأ الدرس فقرة فقرة، نستخرج منها اللي هي الفكرة العامة. بطولات من الأردن. على شاطئ البحر الميت كان الوالدان يستمتعان بالنظر إلى طفليهما مريم وماهر وهم يلعبان بسعادة. فجأة هبت عاصفة سحبت الطفلين إلى عرض البحر. بدأ الوالدان يصرخان ويستنتجان، فتجمهر الناس، لكن أحدا لم يجرؤ على المغامرة بدخول المياه. وما هي إلا لحظات حتى اختفى الطفلان وراء الأمواج. هون كانوا في رحلة ترفيهية، العائلة اللي هي الأم والأب والطفلان اللي هم أسماءهما مريم وماهر. إيش اسمهم؟ مريم وماهر. فكانوا على شاطئ البحر يلعبان بسعادة، اللي هي قرب إيش البحر على الشاطئ. كانوا يلعبان، ففجأة هبت عاصفة، إجت عاصفة فسحبت اللي هي أخذت الطفلين إلى عرض، اللي هي عرض اللي هي إيش معناتها؟ وسط. عرض اللي هي إيش معناتها؟ وسط. فلما رأت الوالدان هذا المنظر فبدأت بالصراخ واستنتج بالناس اللي هي طلبت المساعدة. جداني يستنتج جداني اللي هي المساعدة. فهون استجمهرت الناس، لكن لم يجرؤ أحد من هذه الناس على المغامرة، يعني ما تجرؤوا للدخول إلى وسط البحر وتغامر بنفسها وبروحها. فما فيش لحظات إنه اختفى الطفلان وراء الأمواج، اختفوا بطلوا يشوفوه. نشوف اللي بعده. مضت دقائق وقد استبد القلق بالوالدين على طفليهما، فإذا بأحد أبطال الدفاع المدني في أردننا الغالي يقفز وسط الأمواج لإنقاذهما. فسحبته كما سحبت الطفلين واختفى هو الآخر عن الأنظار. توجه المنقذ إلى مريم فوجدها متشبثة بيد أخيها وهما يصيحان وقد أشرفا على الموت. في هذه اللحظة الحرجة تدخل البطل من رجال الدفاع المدني وطلب إلى الطفلين الهدوء والتنفس من الأنف وعدم ابتلاع مياه البحر الشديدة الملوحة. هون بدت دقائق، يعني مضت اللي هي ايش مشت دقائق، فالقلق استبد. ايش يعني استبد؟ اشتد الخوف الوالدان على طفليهما. فاجا احد ابطال الدفاع المدني
وقفز. وين قفز؟ وسط الأمواج، اللي يشوف الأمواج قفزها حتى ينقذ الأطفال الطفلين. فإجت الأمواج سحبته كما سحبت إيش الطفلين، فهو اختفى كمان، بطلوا يشوفوا. فتوجه فوجد مين؟ مريم. فمريم كانت متشبثة، أي ماسكة متمسكة بيد أخيها ماهر، فكانوا اليوم خائفين فإيش يصيحان. فهون طلب منهم البطل إيش؟ إنه الهدوء، عدم الصراخ والتنفس من الأنف، وعدم ابتلاع المياه لأنها شديدة الملوحة ورح تشكل لهم خطر. فهون حاول العودة بهما إلى الشاطئ، لكن الأمواج حالت دون ذلك، فمسكهم بده يرجعهم، لكن الأمواج منعت إيش ذلك. فبعد مرت الساعات وهم موجودين في وسط البحر، وعم الظلام عم الظلام، أي إيش، أصبحت الدين غابت الشمس اللي هي ليل غروب، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير. فمع ساعات الفجر الأولى تمكن البطل من الوصول إلى شاطئ بحر الميت في منطقة أريحة في فلسطين ومعهم الطفلان، واستنفذ طاقته تماما، استنفذ إيش، أي بذل كل جهده في منطقة، وأجريت للطفلين إسعافات الأولية. فمضيت 16 ساعة عصيبة كانت عاشها الوالدان، ارتدت الروح إليهما. فدق الجرس، فالبنت اللي هي الطفلة مريم تكلمت مع أمها، فقالت إنه نحن بخير وأخي ماهر معي. فالأم من الفرحة لم تصدق، فسقطت لمخشى عليها، أي إيش، فاقدة للوعي. فهون حظي البطل، لأنه بطل وضحى بنفسه وروحه، اللي هو بلقاء سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، وكرمه ورفعه ومنحه وسام التضحية والفداء، اللي هو تقديرا لشجاعته وبسالته التي ليست غريبة على أبناء الدفاع المدني. طيب الآن بعد ما أخذنا المعاني، ألفظ كلا مما يأتي لفظا صحيحا. إحنا بنعرف لفظا صحيحا أي لفظا تحليليا وتقطيعيا. عرض البحر، عرض البحر، عرض البحر، متشبثة، متشبثة، شوفون الباء مشددة، متشبثة. استنفد، استنفد، مخشيا عليها، مخشيا عليها. طيب رح نحل معاني كمان الكلمات. صل كلمتي في العمود الأول بما يناسب معناها من العمود الثاني. تجمهرة، شو حكينا معنى تجمهرة؟ تجمع، تجمهرة، تجمع. متشبثة، متمسكة. بسالة، شجاعة، بسالة، شجاعة. طيب السؤال الثاني، صل التركيب في العمود الأول بما يناسبه من العمود الثاني. استنفذ طاقته، أي بذل كل جهده، استنفذ طاقته أي بذل كل جهده. حالت دون ذلك منعت، حالت دون ذلك منعت، مخشي عليه فاقد للوعي. سؤال ثلاث، ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. استبد القلق بالوالدين، تعني اشتد خوفهما ولا زادت حيرتهما ولا تدفق حينها. استبد القلق أي اشتد الخوف، أي بمعنى اشتد الخوف. أربعة، استنتج معنى الكلمة التي تحتها خط فيما يأتي. في هذه اللحظة الحرجة ضم البطل الطفلين إلى صدره. في هذه اللحظة الحرجة، الحرجة أي بمعنى الصعبة، أي بمعنى الصعبة. طيب هيك يا ثالث، زي ما يا رابع عفوا، حكيت لكم اللي هي قراءة الدرس مع نسخة مع كتابة المعاني على الدفتر. يعطيكم ألف عافية.